compared with earlier years of the conflict. في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة بشأن الأوضاع في سوريا، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسون إن الحل الشامل للصراع لا يزال بعيد المنال بسبب تباعد المواقف وانعدام الثقة بين الأطراف. بيدرسون أضاف أن الفجوات في الإرادة السياسية وتباعد المواقف الجوهرية للأطراف وانعدام الثقة العميق فيما بينها والمناخ الدولي كلها عوامل تساهم في جمود العملية السياسية السورية، مشيراً إلى أنه في حال قبولهم بالوضع الراهن الذي تشهده سوريا فإن الأوضاع ستزداد سوءاً، ويمكن أن يقود ذلك لخلق تحديات جديدة على حد تعبيره. وطالب بيدرسون الأطراف السورية وجميع الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية بالعمل من أجل الوصول إلى تسوية، مؤكداً على ضرورة إعادة إطلاق عملية سياسية يقودها ويمتلكها السوريون وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254 الخاص بالأزمة السورية. وبشأن ما تشهده مناطق الجنوب السوري من احتجاجات متواصلة، أكد بيدرسون على ضرورة احترام حق المتظاهرين في الاحتجاج السلمي في جميع مناطق سوريا ووقف جميع أعمال العنف ضد المدنيين والاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان. المسؤول الأممي أشار إلى أن ظروف العودة الآمنة للاجئين والنازحين السوريين ليست مواتية الآن على خلفية استمرار تعرض المدنيين للقتل جراء الأعمال العسكرية وعمليات الاعتقال وغيرها، مشدداً على الحاجة لخطوات ملموسة عبر مساهمة جميع الأطراف للتحرك نحو تأمين بيئة آمنة لعودتهم. بدورها قالت مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أديم أوسورنو إنه مع بقاء 3 أشهر فقط على نهاية العام لا يزال تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا لعام 2023 أقل من 30%، مشيرة إلى أن تصاعد الأعمال العدائية بشأن سوريا هذا الشهر يعد تذكيراً صارخاً بأهمية استمرار المساعدات الإنسانية.